بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى ابد الدهور كلها امين. بنشكر ربنا اللي اتى بينا الى هذه الساعه لكي نتامل معا في اول مزمور من مزامير صلاه النوم، وهو مزمور حلو جدا ومفرح وعميق وكلكم بتحبوه. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مزويتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك. انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا. هذا المزمور يا أحبائي هو من المزامير اليتيمة، وإحنا خدنا كذا مزمور تحت هذا العنوان، يعني مش معروف بدقة مين كاتب هذا المزمور، وإن كان في ميل إنه يكون داود النبي، والحقيقة الأسلوب اللي فيه يتفق مع داود النبي، وطريقة صلواته وطريقة علاقته مع ربنا يمكن في الغالب تؤكد إنه هو اللي كتب. نحمية في صلاته في سفر نحمية، الحكاية دي نلاقيها نحمية إصحاح واحد وعدد 6 وعدد 11، نلاقي صلواته أيضا بنفس المعنى اللي احنا هنشوفه في المزمور ده، نفس المعنى. كان صلاته من العمق، من الأعماق، من قلبه، وبيطلب إن ربنا يسمع صلاته ويستجيب إلى آخره. تبقى تقروها في البيت بقى، نحمية واحد صح واحد يعني وعدد 6 وعدد 11. المزمور ده من المزامير بتاعت التوبة. في كذا مزمور كده اسمهم مزامير التوبة، يعني زي ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، هو المزمور 50 او 51 حسب الكتاب المقدس سفر المزامير يعني. ومزمور يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، اللي هو مزمور 6، وهكذا كذا مزمور كده اسمهم مزامير الايه؟ التوبة. فمن هذه المزامير مزمور من الأعماق صرخت إليك يا رب. بيناسب كل إنسان تائب وطالب من ربنا الغفران، وده يدينا فكرة إن احنا ممكن نصلي بالمزمور مش بس في وقت الساعة بتاعته، لكن في أي وقت. شاطر قوي اللي يحفظ المزمور وبعدين يجي في وقته في وقت الاحتياج يروح مصلي بالمزمور ده، فيبقى حلو قوي قوي، تأثيره قوي. المزمور ده كان بيناسب الراجعين من السبي، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده، السبي وازاي ان هم كانوا في السبي ظروفهم صعبة جدا جدا، يعني زي ما قال في المزمور بتاع على انهار بابل، هناك ايه جلسنا فبكينا عندما تذكرنا ايه صيون، على الصفصاف علقنا قيصرتنا الى اخره، يعني كانوا حزانة وكانوا متألمين وكانوا في ضغطة شديدة جدا، فكأنهم هم راجعين من السبي بيقدموا ايه توبة، لان السبي ده كان سببه الخطيئة، سببه الخطيئة، فربنا حب يقدمهم بقى. فلما رجعوا يقدموا المزمور ده بالمعنى الحلو ده هو بتاعه، كتعبير عن ايه؟ عن التوبة والرجوع والندم لربنا، وفي نفس الوقت الشكر، لان هنشوف دلوقتي من الأعماق معناها ايه، لها معاني كثيرة جدا. هذا المزمور ايضا من المزامير المسيانية. يعني ايه المسيانية؟ خدنا قبل كده يعني بنبوة عن المسيا، ففيها حاجات تنطبق على السيد المسيح له المجد بالجسد على الأرض. مثلا في بستان جسيماني، ودي هنشوفها مع بعض،
كلمة من الأعماق دي يعني من أعماق جثيماني اللي هي ليلة آلامه. وانتوا عارفين كان بيصلي وكان العرق بتاعه بينزل كقطرات ايه؟ دم. وكان بيصلي بلجاجة وكان بيعيد الصلاة أكثر من مرة وكان بينحني إلى الأرض إلى آخره. فكانت صلاة عميقة من القلب كنموذج ومثال للصلاة الروحية الحقيقية المقبولة من الله حتى نقتدي به. فده يبقى مزامير ايه؟ مسيانية، كأن بصوت المسيح له المجد أو الإنسان حاله من الأعماق صرخت إلى الآب السماوي. لأنه في بستان جسيماني قال له إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس اللي هي كأس الألم. طيب أيضا هو من مزامير المصاعد، وشفنا كذا مزمور كده اللي هم كانوا بيصلوهم هم طالعين على المصاعد للهيكل أو لأورشليم اللي كانت على جبل، فكانوا يقولوا المزامير دي. يعني ده من ضمن المزامير اللي كانوا يصلوها، كانوا يصلوها على الدرجة 11 درجات السلم. ندخل بقى في المزمور اللذيذ الجميل ده، يقول من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا ترى من أعماق إيه الأعماق دي؟ أول حاجة حلوة من الأعماق دي الإنسان اللي بيحب ربنا. كان بيحب ربنا فعلا، فهو بيحبه من أعماق إيه؟ قلبه. فلما يجي يصلي يصلي من أعماق قلبه مش بشفتيه. ربنا في سفر أشعياء عاتب شعبه وقال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني. لكن الإنسان اللي يصلي من عمق قلبه أو يصلي بحرارة أو يصلي بمشاعر كلها حب وكلها فرح وكلها تسبيح ينطبق عليه المعنى ده، من الأعماق صرخت إليك يا رب. طب وإيه الأعماق كمان؟ ممكن أنا وأنتم في وقت الضعف أو الخطية الإنسان يصرخ لربنا من أعماق قلبه. علشان إيه؟ علشان ينجده. علشان إيه؟ ينجده ويخلصه، كأنه يقول له خلصني يا رب من الخطية دي، خلصني يا رب من الضعف ده، خلصني يا رب من العادة الرديئة. واحد مثلا مستعبد لعادة الشتيمة أو عادة الحلفان أو عادة الكذب أو أي عادة من دي، دايما يقع في العادة دي، دايما مأسور منها. فيجي يقول المزمور ده من قلبه يقول له من الأعماق صرخت إيه إليك يا رب. عايز إيه يا ابني؟ عايز تخلصني من العادة دي، عايز تخلصني من الخطية دي، عايز تخلصني من الضعف اللي أنا واقع فيه ومش قادر أتخلص منه. من الأعماق صرخت إيه إليك يا رب. من الأعماق أيضا معناها من أعماق ثقتي في الله. هل أنا وأنا بصلي عندي ثقة في الله ولا لأ؟ فأقوم أصلي الصلاة بتاعتي من الأعماق لأني واثق في ربنا المحب ليا اللي بيسمع صلاتي اللي بيستجيب لأناتي اللي بينجدني وينقذني من اللي أنا تعبان منه. بقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب، أنا عندي ثقة كبيرة جدا فيك إن أنت قادر أن تخلصني من الضعف أو من الخطية أو من الشر اللي أنا واقع فيه. من الأعماق صرخت إليك يا رب. من الأعماق أيضا تدل على أعماق الرجاء، عندي رجاء شديد جدا في ربنا. في واحد ممكن يصلي ما يبقاش عنده الرجاء ده، فيبقى صلاته كلها إيه؟ مش من الأعماق بقى، تبقى من الشفتين كده. يعني يبقى بيصلي ويقول كده اه ما نشوف ربنا هيستجيب ولا لا، يا ترى هيستجيب ولا لا كده، يعني عنده ايه؟ شكوك. لكن انسان المسيحي الروحي يبقى عنده رجاء. رجاء في ايه؟ رجاء في محبة ربنا زي ما قلت من شوية، رجاء في الغفران، رجاء في قلب ربنا الواسع، رجاء في ان ربنا يقبل الانسان التائب، وهكذا. عنده رجاء، بيقول له من الاعماق صرخت إليك يا رب. واحد بيمر بضيقة أو مشكلة أو موضوع مؤلم أو محزن وتعبان جدا، بيمر بضيقة شديدة، ينفع يقول المزمور ده؟ هينفع جدا، يقول له من الأعماق صرخت إليك يا رب. يعني واحد مثلا زي أيوب الصديق
لما عرف ربنا وقال له بسمع الأذن سمعت عنك ولكن الآن رأتك عيناي، ما قالهاش دي إلا لما وصل لمرحلة إن هو صرخ لربنا من العمق. من عمق إيه؟ قال من عمق الأحزان والشدائد والتجارب اللي هو مر بيها. وإحنا كلنا بنمر، كل واحد على مستوى الروح بتاعه، لكن مفيش حد خالي. فبتبقى حلوة أو لذيذة جدا يا أحبائي، الإنسان في الضيقة يصرخ إلى الله، وهو ربنا قال لنا كده، يقول ادعوني ها وقت الضيق انقذك فتمجدني. يقول الواحد في الضيق كده يصرخ لربنا ويطلب منه. طيب يا ترى صرخت اليك دي معناتها ايه؟ علي صوتي يعني الجيران يسمعوا بيا، يعني اللي ماشي في الشارع قريب مني ولا حاجه يقول ايه ده وعنده ايه ماله، في عنده مشكله ولا ايه ولا وهيص يعني. طب ربنا بيقول اذا اردت ان تصلي فادخل الى مخدعك واغلق بابك، يعني لا تصرخ ولا تعمل، ما تقعدش تلفت نظر الناس. امال ايه بس يا داود اسكت انت اللي كاتب المزمور ده، تقصد ايه؟ صرخت اليك يا رب. قال لا، في صلاه من اعماق القلب بتبقى فيها صراخ روحي، يعني من عمق القلب، يعني مش فيها فطور. في فرق بين واحد يصلي بفطور واحد يصلي بايه؟ بحراره. عندنا على فكره مثال في سفر صموئيل الاول اصحاح 1 وعدد 13 اللي هم مين؟ ام مين؟ حنة. ام مين؟ صموئيل. دي وقفت في الهيكل تصلي عشان ما كانش عندها ايه؟ نسل، ما كانتش بتخلف. وبعدين علي الكاهن بيلاحظها، كانت بتصرخ؟ كان صوتها عالي قوي؟ ابدا، بيقول لك كان عماله تصلي بس بحرارة وبعمق، وشفتيها هم اللي عاملين ايه؟ يتحركوا، حتى انه شك فيها وقال له انت باين عليك سكرانة ولا شرب حاجة ولا كده، قلت له لا ابدا، انا بس مرت الايه؟ النفس، انا مرت النفس. فكان صلاتها من الاعمار بصراخ، ولكن ليس بارتفاع الحنجرة، ولكن انات القلب، انات القلب. كتير قوي في تاريخ الكنيسة كده هنلاقيهم يا احبائي، يعني يمكن الصوت مش مسموع خالص لكن الدموع منسابة على الوجنتين عمالة نازلة. طب دي معناتها ايه؟ معناتها ان الصلاة من جوه، من الاعماق، من داخل الانسان بحرارة روحية. احنا عايزين النوع ده يا احبائي من الصلاة. النهاردة لما بناخد المزمور ده رسالة من ربنا ليا وليكم، نصلي من العمق، نصلي بصراخ. يونان اللي هنحتفل بيه ان شاء الله يوم الاثنين، يونان لما اترمى في بطن الحوت او في جوف الحوت كان بيصلي؟ ده من احسن الصلوات اللي في الكتاب المقدس، اصحاح 2 سفر يونان، ليه كله صلاه ايه؟ يونان. بتعمل ايه يا يونان؟ صلاتك شكلها ايه؟ وصف لنا كده. قال من جوف الحوت صرخت الى الرب فاستجابني. شوف عنده الثقه وعنده الرجاء انه ربنا خلاص استجابني، مش هيرفضني ابدا، انا عارف ربنا كويس، ده انا النبي بتاعه، ده انا اختبرته، بس انا يمكن ضعفت شويه وهربت من ربنا وعملت اللي عملته ده، انما انا عارف ربنا كويس قوي قوي، ده انا مختبره. فمن الاعماق صرخت ايه؟ اليك يا رب. واحد من اعماق الشهوات او حاجات يعني بتحاربه كتير، اي شهوه بقى، سواء شهوه البطن، شهوه الجسد، شهوه العيون، تعظم المعيشه الى اخره، اللي هي بتحاربنا كلنا في العالم، وعمال كل مره يعترف بالحكايه ديت ومش قادر ان هو ايه ينتصر فيه، يجي يقول المزمور ده من اعماق قلبه، من الاعماق صرخت اليك يا رب تخلصني. اغسطينوس صرخ الصرخه دي، مريم المصرية صرخت الصرخة دي وبقت من سائحة من القديسين العظام. موسى الأسود صرخ هذه الصرخة ليس مرة واحدة ولكن مرات عديدة وبدموع وتوسل إلى الله لكي يخلصه من آثار الخطية ومن ذكريات الخطية المرة اللي عاش فيها سنوات. من الأعماق صرخت إليك إيه؟ يا رب، صرخت إليك يا رب. وبعدين بعديها يقول ايه؟ يا رب اسمع صلاتي لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعي. حلوه قوي دي. طب ما انت قلت خلاص صرخت اليك. قال لا، انا عايز اتكلم مع ربنا
باسلوب تاني اكتر، عايز اطول الكلام مع ربنا. يا احبائي يا ريت نتعلم انا وانتو، يا رب اسمع صلاتي. طب هو ربنا مش سامع؟ هل ربنا مش ملتفت اليك يا داود؟ هل ربنا مش ملتفت الي وانا بصلي؟ لا ملتفت الي. هل بيسمعني؟ بيسمعني، بس انا عايز اقول له برضه، انا عايز اقول له اسمعني يا رب. مره داود النبي قال له كده، اسمعني يا رب فاني في ايه؟ في شده. دي بتتقال على فكره في الجنازات، المزمور ده، اسمعني يا رب فاني في ايه؟ شده، يمكن عشان يعزي برضه الناس اسره المنتقل يعني. اسمعني يا رب فاني في شده، اسمعني انجدني. واسمعني دي بمعنى ايه؟ استجب لي. انا صرخت اليك يا رب ومن اعماق قلبي، وعندي ثقه وعندي رجاء، فانا منتظر يا رب ان انت ايه؟ تسمعني وتستجيب لي. يا رب استمع صوتي، لتكن اذناك مصغيتين الى صوت ايه؟ تضرعي. في سفر نحمية اصحاح 1 وعدد 6 اللي قلت لكم عليه من شويه بقى، نحمية يقول في صلاته ايه؟ لتكن اذنك مصغيه وعيناك مفتوحتين، عينيك مفتوحتين باصص لي يعني، لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. وكرر نفس المعنى ده نحمية في عدد 11 في الإصحاح الأولاني. طيب لما الواحد يقول لربنا، يصرخ من أعماق قلبه ويقول له يا رب اسمع صلاتي أو اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي، كأننا عايزين نقول له يا رب معلش ممكن يعني تجاوزا يعني ما تسمعش الشيروبيم والسيرافيم دلوقتي في تسبيحهم ليك وتسمعني أنا، انصت ليه؟ هو ربنا غير محدود يا احبائي، يسمع الكل في ان واحد، لكن الانسان في عمق صلاته عايز كده، انه يعني ممكن يا رب بس احس ان انت بتسمعني، مركز قوي معايا. تجاوزا بنقول الكلام ده طبعا، بس يعني في عشم، ركز كده معايا يا رب اسمعني، انصت ليه يا رب؟ اصغي الى صوت ايه؟ تضرعي. وكلمه صوت تضرعي معناتها في انسحاق تام وفي اتضاع تام، الإنسان بيطلب هذه الطلب. لأنه بالمناسبة ديت أنه الصلاة اللي ربنا ما يسمعهاش حتى ولو كانت بصراخ؟ الصلاة التي تخرج من قلب متكبر مش منسحق. عشان كده مرة ربنا قال كتاب مقدس يقول إيه؟ إلى هذا أنظر. أنظر لمين؟ قال المنسحق بالروح المسكين، المنسحق بالروح المرتعد من كلامه. الإنسان في مخافة ربنا في قلبه، منسحق مضطدع، فربنا يسمعه على طول. فدي الشرط من شروط الصلاة الايه؟ المستجاب. يبقى في اتضاع وفي احتياج شديد لله. تاني حاجة في إيمان بقوة الله ان هو ينقذني من كل أتعابي، قادر. الإنسان ما يشكش لحظة، الله يستطيع. طب ايه اللي يأكد الحكايه دي؟ الكتاب المقدس وتاريخ الكنيسه المليان. كان بيستجيب ربنا؟ اه بيستجيب. لكتير من الناس؟ ايوه لكتير من الناس. يبقى اذا ممكن ايه؟ يستجيب ليا كمان. وبعدين يقول ايه بقى؟ ان كنت للاثام راصدا يا رب، ده بيخاطب ربنا. ان كنت للاثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت لان من عندك المغفره. عايز يقول ايه بقى؟ المصلي هنا شاعر بايه؟ بضعفه وخطيته واثامه، ها؟ وهو بيصلي زي اللي دخل الهيكل اللي هو مين؟ وربنا استجاب صلاته، ها؟ كان في واحد في الريس والتاني عشار، العشار هو اللي دخل وكان بالانسحاق دهوت والانكسار القلب وشاعر بايه؟ خطيته، وكل اللي قاله ايه؟ اللهم ارحمني انا الخاطئ. يعني انت شاعر بكده؟ ايوه انا شاعر بكده ومؤكد الاحساس ده ما يسيبنيش ابدا. هل احنا واحنا بنصلي بيبقى عندنا الاحساس ده في الكنيسه او في البيت ان انا خاطي، ان انا خاطي وما استحقش اقف قدام ربنا؟ لو انا عندي الاحساس ده والمشاعر دي هينطبق عليا الكلام ده واتمتع بقى باستجابه ربنا.
يقول له إن كنت للآثام راصدا يا رب، إن كنت هتبص للآثام بتاعتي وترصدها. كان واحد بيرصد حاجة كده، عارفين؟ ده أنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، ويصطادها فين؟ من يثبت يا رب؟ مين يثبت قدامك؟ لأن من عندك الإيه؟ مغفرة. لحق نفسه بصبر. يا رب لا، أنا عارف صفاتك. صفاتك إيه يا رب؟ إن أنت دايماً إيه؟ بتغفر. أنت غفور رحيم. أنت ربي مهما الإنسان عمل فيك ما دام يرجع ليك نادم، زي سليمان لما قال في الصلاة بتاعته، يقول له يا رب ما لو عملوا فيك حاجات وحشة وأخطأوا إليك، ما دام يرجعوا ليك أنت إيه؟ تستجيب ليهم، تسمعهم يا رب. طب جبتها منين دي يا سليمان؟ قال أنا عارف صفات ربنا، أنا عارفه قوي قوي، فبطلبها منه وأنا إيه؟ وأنا واثق. ما دام الإنسان تايب وندمان وراجع لربنا، لا هيسمعه. ومش يسمع له يعني يعمل له ايه؟ يغفر له الاثام بتاعته، يغفر له خطاياه. يقول ان كنت للاثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لان من عندك المغفره. لما يجي واحد مننا بقى وقت من الاوقات وهو بيصلي وعين يجيب له الشيطان فكر وحش، ويقول له انت واقف بانه وجه، انت ما انتش عارف انت عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه، انت خاطي، انت شرير، انت تعبت ربنا، ده انت سلوكك وحش، انت النهارده فاكر عملت ايه وايه وايه، انت واقف تصلي تعمل ايه؟ طب هدفه ايه الشيطان؟ هدف الشيطان هو يبعدني عن ربنا، يفصلني عن ربنا. اقوم اقول كده ان كنت، ده انت يا رب لو انت فعلا بص للاثام وراصد لها فيا، مين هيقف قدامك بقى؟ مين هيتزكى امامك يعني؟ مين يثبت؟ ليه؟ لان من عندك المخير. الحل يا رب ان انت عندك ايه؟ وفرق. يا رب من يثبت لأن من عندك إيه؟ المغفرة. وبعدين يتكلم عن الرجاء في الرب بقى، يقول من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك. هل ممكن الواحد يصلي الصلاة دي بعمق ويصرخ ويقول له استمع لي يا رب وإنت يا رب كل غفران وكل المعاني الحلوة دي، بس لسه ربنا ما استجابش؟ لسه وبقالي فترة؟ بقالي فترة. طب مطلوب مني ايه؟ اصبر. يقول له ايه؟ من اجل اسمك صبرت لك يا رب. داود النبي على فكرة في المزامير بتاعته يعلمنا بقى كده، كان يقول كتير ويطول باله كتير ويصبر كتير لغاية ما ربنا ايه؟ ينجده. لغاية ما ربنا ينجده. انا عايز اقول له بص بقى، انا مش هسيبك، انا هتني اصرخ ليك ليل ونهار، انا هتني وراك يا رب لغايه ما اخد منك اللي انت اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. يقول له حاضر ماشي، بس مطلوب منك ان انت ايه؟ تصبر، طول بالك، انتظر الرب، ها؟ تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب، انتظر الرب. فالصبر مطلوب يا احبائي في استجابه ربنا لصلواتنا. ونصبر، ايه اللي يخلينا نصبر؟ من اجل اسمك. يعني ايه من اجل اسمك؟ من اجل اسمك الحسن، من أجل اسمك وأنت إلهي ومخلصي وملكي، من أجل اسمك القدوس. الاسم بتاع ربنا ده يا أحبائي اللي يمسك فيه ويتأمل فيه هو ده اللي يخلي الإنسان يواصل صلواته ويواصل انتظاره لربنا. احنا مش بنكلم واحد عادي، لكن ده ربنا الاسم الحسن المقدس. يقول اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنى. اسم ربنا. من أجل اسمك يا رب، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك. ناموسك يعني إيه؟ ناموسك يعني وصاياك أو كلامك أو أقوالك أو مواعيدك في الكتاب المقدس. يقول صبرت نفسي لناموسك، يعني واحد كده مسك في ناموس ربنا او وصاياه او تعاليمه او اقواله او وعوده، وعود ربنا في الكتاب المقدس، مسك فيها وقال له بص هتني صابر لغايه ما تحقق ايه؟ وعدك. هل ممكن ربنا يدي وعد يا احبائي ويضحك علينا فيه؟ مش صفه ربنا دي. الناس ممكن تعمل كده، لكن ربنا لا يمكن. واللي يمشي مع وعود ربنا في الكتاب المقدس لقيها حقيقية وصادقة وبتتم في حينها. مفيش حاجة اسمها ربنا وعدنا بيها وما تمتش.
اللي باقي هو الحياة الأبدية وملكوت السماوات. أذهب لأعد لكم إيه؟ مكانا، ومتى أعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليه. ده وعد بس لسه ما تحققش. إنما كل ولاد ربنا ماشيين برجاء في تحقيق هذا الوعد. ليه؟ لأن عارفين ربنا إن وعوده كلها إيه؟ صدق. فمين يا أحبائي؟ فالواحد في صلواته يمسك في وعود إيه؟ ربنا، ويبقى مليان بالرجاء، مليان بالرجاء. وبعدين يقول لي بقى، انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل. المعنى الحلو المباشر الروحي اللي يعزينا، أنت يعني كأن واحد بيسأل نفسه، تنتظر لغاية إمتى ربنا؟ في واحد يبتدي اليوم الصبح وفي موضوع معين كده مضايقه أو شغله، وقبل ما يطلع من البيت وقف يصلي. طيب عايز إيه يعني؟ عايز ربنا بقى يستجيب لي، أنا طلبت منه الصبح قبل ما أمشي. لا يا حبيبي، من محرس الصبح إلى إيه؟ الليل. مالك؟ تنتظر الرب. طب ومحرس الصبح إلى الليل اليوم ده بس كده وخلاص؟ لا، ممكن اليوم ده واليوم ده واليوم ده. بس اللي هيتدرب على إنه ينتظر ويصبر ويطيل أناته ويحقق طلبة المزمور ده، هيتدرب على إنه إيه؟ يستمر في هذا. دين بالكم يا أحبائي. إنما اللي يعود نفسه على إنه يا دلوقتي يا بلاش، يا تستجيب لي دلوقتي ويجيب اللي أنا قلت لك عليه، يا إما ما أعرفكش، ده عمره ما يقدر يكمل طريقه للسماء، لأن مش دي سكة السماء. يقول إيه؟ من انتظرت نفس الرب في الماضي كده، انتظرت نفس الرب، خلاص مش يقول أنا هنتظر، انتظرت، خلاص هو اتدرب على الوضع ده، انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إيه؟ إلى الليل. ودي بتدل أيضاً إن في اشتياق واهتمام كبير عند المصلي. يعني بص يا رب، أنا مش هفرض عليك وقت تستجيب فيه، وما عايز مني إيه؟ استجيب يا رب في الوقت اللي أنت عايزه، أما أنا فهنتظرك وهطول بالي وهستنى لغاية ما أنت إيه؟ تستجيب في الوقت اللي أنت عايزه. انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إيه؟ إلى الليل. كان اليهود زمان بيحطوا حراس للهيكل يراقبوا حتى طلوع الفجر، يعني تنوم كده لغاية ما النهار إيه؟ يشرق، يتنوم طول الليل يعني في يقظة. ها؟ فكأنه عايز يقول الإنسان الروحي في صلواته يبقى عنده إيه؟ يقظة. حتى عروس النشيد تقول إيه؟ أنا نائمة، ها؟ وقلبي مستيقظ. وكل ما الإنسان يفتح عينه كده بالليل يروح إيه؟ طالب طلبة كده، وبعدين يكمل.